الله الرحمن الرحيم يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون لكل من الطرفين أو الأطراف أثر فإذا فرض أن أحد الطرفين أو أحد الأطراف لا اثر له فلا تنجيز ومرت امثله من ضمن الامثله صلاه الزلزله لو دار الامر بين تركها وترك فريضه من الفرائض مثلا بناء على أن صلاة الزلزلة وقتها محدود بأول حصول الآية وإلا سقطت، خلي هذه شوية نوضحها، صلاة الآيات تجب للخسوف والكسوف وتجب للزلزله الفصيح زلزله بفتح الزاي اما الخسوف والكسوف فالصلاه لهما لها وقت وقتها ينتهي بانتهاء الايه يبدا وقتها ببداية الكسوف او الخسوف وينتهي بنهاية الانجلاء لما ينتهي يرجع الوضع الى ما كان عليه القمر أبيّن كان شوية شوية ينخسف ثم بدأ يرجع الى ان رجع الى الوضع الطبيعي الشمس رجعت إلى الوضع الطبيعي انتهى الوقت فلها وقت زين في مثل هذا الفرض لو أن شخصا طبعا سؤال إذا واحد ما صلى عمدا شنو تكليفه؟ يقضي يكون يقضي والا الوقت وقتها انتهى مثل صلاه الظهر والعصر اذا واحد ما صلاهم الى ان غابت الشمس انتهى الوقت لكن عليه القضاء الان مساله لو انتهى وقت الظهر والعصر الان واحد يقول انا ما ادري اليوم صليت الظهر والعصر او لا جاء حائل انتهى الوقت خلاص ما عليه شيء في الزلز في الخسوف والكسوف انتهى الخسوف والكسوف قال انا صليت لو ما صليت كان مشغول بمعركه ويا بعض الناس والدماء تسيل وحالته حاله الان خلص صار خسوف وكسوف وخلص الخسوف والكسوف قام يفكر انا صليت بالاثناء نسى الاول والتالي يصير أحيانا هالشكل، بما أن الوقت انتهى خلاص ما عليه شيء، لأن إلها وقت وانتهى. الآن إذا واحد يقول أنا أدري عندي علم إجمالي، أمس لو ما صليت بالليل صلاة العشاء، لو ما صليت صلاة الخسوف، كان صاير خسوف. لو أمس الظهر ما صليت عندي يم... يقين لو صلاة الظهر والعصر ما صليتهم لو صلاة الكسوف أمس الظهر كانت الشمس من كسفة وحدة منهم ما صليتها هنا شنو تكليفة لازم اثنينهم يجيبهم لأنه الأصلان يجريان في الطرفين إذا يقول الصلاة الظهر والعصر جاء حائل ليش أقضيها نقول له وصلاة صلاة الكسوف والخسوف هم انتهى الوقت انتهاء الوقت بمنزلة الحائل من يقول صار عليك قضى إذا يريد يجري الأصل في كل طرف اثنين هم راح ينفيهم لكنه يعلم إجمالا بأن احداهما لم يؤت بها. في هذا الفرض لازم هم يقضي صلاة الظهر والعصر مثلا اللي يقول لو هي فايتتني لو الكسوف يقضيهم اثنينهم لان علم اجمالي عنده او يقول البارحه لو ما صليت المغرب والعشاء لو ما صليت صلاة الخسوف. هنا عليه أن يقضيهما اثنينهم يجيبهم لأن اثنينهم انتهى وقتهم وكل وحدة الأصل يجري أكو أصل هذه فيها حائل هم وقتها انتهى هذا انتهاء الوقت حائل بمنزلة الحائل فكل وحدة بروحها قلت لو كل وحدة وحدها يشك فيها استقلالا يقول منو يقول اليوم اليوم لو صاير الظهر كسوف الآن دنيا الليل يقول أنا اليوم صليت صلاة الكسوف الوقت منتهي خلص انتهى وقت الكسوف ما يعتني مو بالليل لو عقب ما انتهى الكسوف قلنا أو الخسوف شك أنا صليتها لو ما صليتها ما يعتني لأن وقتها انتهى كذلك الظهر والعصر إذا انتهى وقتهما وشك أنه أتى بهما أم لا لا يعتني لكن فرض المسألة أنه يدري وحدة منهم فاتت في مثل هذه الحالة يلزمه أن يقضيهما هذه وحدة مو إعادة لأن الوقت منتهي من انتهى الوقت مو إعادة شاك على وحدة واثنين هم وقتهم منتهي فرض الكلام فرض الكلام الخسوف والكسوف انتهى ما دام انتهى شنو صار لو ما مصليها قضاء الظهر والعصر شاك فيها لو كان مو مصليهم شنو تكليفه القضاء فيدري اكو قضاء لو قضاء هذه لو قضاء هذه علم اجمالي عليه ان ياتي بهما هذه هذه صوره الصوره رقم اثنين خل نجي لصلاة الزلزلة صلاة الزلزلة تختلف شوية عن صلاة الخسوف والكسوف مو تختلف في الطريقة والكيفية هي نفس الطريقة نفس الكيفية لكن صلاة الزلزلة إذا صارت صار الزلزال يجب على الإنسان أن يقوم فورا يقوم يصليها وقلت ليش الليلة غالبا من يقوم يصليها أغلب الناس مشغولة هذا يخاف بيته انهار يدور وذاك يخاف ابنه راح ويخاف من يقوم يصلي غالبا بغير بعالم بغير عالم رايحين، لكن كمسألة شرعية بس تهتز القاع إذا هو رجل متشرع رأساً يقوم يتوضأ ويقوم يصلي، والناس تصيح وهو يصلي، وهذا وقت الصلاة، هذا وقته كل شيء له وقت، شلون وقت جيد؟ الأرض ترتج وهو واقف يصلي. المهم هذا وقته ما سوى، ما سوى. عقب ساعتين فك عينه شوية رجع له فكرة، قال أنا ما صليت. شنو صار؟ هذه صارت قضاء يتركها في المسألة رأيان السيد السيستاني قايل أصلا ماكو شيء خلاص راحت الصلاة ما يقضي قضاء هم ما في لا قضاء لا أداء هذه وقتها كان وقت الزلزال انتهى ومرت فترة يعني مو فورية دقية على الاقل بالخمس دقائق العشر دقائق الاول اما اذا مرت ساعتين ويومين خلص ما في بعد صلاه لا قضاء ولا شيء. السيد الخوئي محتاط وجوبا بانه يجيبها زين يجيبها بقصد القضاء لا مو معلوم بقصد القضاء هي صحيح فورية لكن الفورية شيء وعدم الاتيان بالفعل فورا لا يعني ان الشيء صار قضاء خلينا نجيب مثالين للتوضيح الحج الحج قايلين واجب فوري السنه اللي يستطيعها الانسان يكون يحج الان هالسنه استطاع ما حج ما دار بال صارت السنه الثانيه لازم يحج ايه لازم يحج شنو ينوي قضاء ما ينوي قضاء لو عشرين سنه تمر وكل سنه هو مستطيع ومع هذا ما يدير بال عقب عشرين سنه قام راح للحج ما ينوي قضاء هو يبقى تكليف ادائي غايته كان فوري ما جابه فورا مثال ثاني واحد يطلبه المفروض فورا يسلمه الامانه الطلب ما سلمه مر اسبوع يجي يقول هذا قضاء انا اعطيه قضاء لا مو قضاء هو تكليف لازم يسويه وهذا التاخير كان ما يجوز بس هذا ما نسميه قضاء الان على راي السيد الخوئي لو فرضنا الان السيد هو محتاط لو فرضنا الفقيه قال صلاة الآيات لازم تتصلى فورا، وإذا ما صلاها تبقى تبقى ممتدة، لو عشر سنين ما يصليها تبقى ممتدة، زين الآن نرجع لمسألتنا، أمس يقول أنا أمس الظهر اكو شغلة صارت لو تركت صلاة الظهر والعصر لو تركت صلاة الزلزال صار زلزال وما صليته على رأي السيد الخوئي إذا يفتي أو من يفتي بالمسألة نقول له نقول له صلاة الظهر والعصر جاء حائل انتهي الأمر لكن صلاة الزلزال ما جاء حائل ما جاء حائل يعني هي المفروض ممتدة قوم صلي صلاة الزلزال من يقول صليتها الآن بهال على هال على هالقول اختلف عن المسألة الأولى مالت صلاة الخسوف والكسوف، وهناك كان لازم يسويهم اثنينهم. هنا يقوم بس يصلي صلاة الزلزال. أداءً واحتياطا لا ينوي الأداء ولا القضاء، يجيبها. أما الآن نجي على رأي السيد السيستاني. هذا يقول نفس المسألة قاعد نكررها يقول أنا أمس لو ما صليت الظهر والعصر لو ما صليت صلاة الزلزال أدري وحدة منهم ما سويتها بالنسبة للظهر والعصر جاء حائل بالنسبة لصلاة الزلزال على كلام السيد الخوي ما له أثر إذا واحد ما صلاها ما صلاها بأول وقتها انتهت القضية ماكو بعد صلاة زلزال سيستاني <applause> على رأي السيد السيستاني ماكو قضاء ولا خلص انتهى وقتها فصلاة الزلزال طلعوها من الميدان طلعناها شنو ظل عدنا ظل عندنا صلاة الظهر والعصر جاء حائل فلا يقضي صلاة ظهر وعصر ولا يجيب صلاة الزلزال يعني هي مسألة مساله صارت ثلاث اماكن مكان يجيبهم اثنينهم صلاه الزلزال على راي بس يجيب صلاه الزلزال لانه وقتها ممتد على الراي الثاني ما يجيب ولا وحده منهم هذا من اثار عدم جريان الاصل في بعض الاطراف اذا بعض اطراف العلم الاجمالي ما جرى الاصل ما له تاثير والبارحه جبنا بعض الامثله بالوضوء يصير بالغسل يصير بالصلاه يصير هالكلام بالصلاه يخلص صلاته يقول انا ادري صلاتي اليوم كانت ناقصه لو ما جبت لي سجده لو ما جبت الصلوات في الركوع والسجود وحده منهم تركتها او التكبيرات المستحبه نقول زين هي التكبيرات المستحبة إذا واحد ما جابها ما إلها تأثير حتى قضى ما إلها قضاء ما إلها الصلوات اللي في الركوع والسجود لو ما جابها فاته المستحب يقول أقضيها لا ما تقضيها تجي تسوي صلوات عقب الصلاة سوي ألف مرة صلوات سوي بس هذه مو قضاء هذه ليست قضاء عما فات هذه فاتت فادري لو سجده فاتتني السجده اذا تفوت شنو التكليف يكون يقضيها عقب الصلاه التشهد اذا التشهد فاته شنو التكليف يجيب سجدتي السهو بعد الصلاه فهو لو الامر كان داير بين سجده وتشهد يقول ادري صلاتي كانت ناقصه لو تشهد فاتني لو سجده زين إذا التشهد فايت يكون يجيب سجود السهو إذا السجدة فايتة يكون يقضي السجدة فهو يعلم بتوجه تكليف إليه إما بقضاء السجدة أو بالإتيان بسجدتي السهو فعليه أن يأتي بهما جميعا أما إذا دار الأمر بين فوات سجدة أو فوات قلت الصلوات المستحبة مثلا هنا بعد شنو الصلوات المستحبة ما فيها أثر ظلت السجدة من يقول فاتت السجدة تجري قاعدة الفراغ فما يسوي شيء هيك ما عليه شيء إذا إذا الأصل ما جرى في بعض الأطراف انحلت المشكلة الطرف الآخر لا يلزم من جهته تكليف نعود للمسألة اللي البارحة قلنا رأس الخيط مالها إن شوية كلمتين المسألة كانت إذا واحد توضى مرتين مرة أراد أن يقرأ القرآن وزين مستحاب أن واحد إذا يريد يقرأ القرآن يتوضى يصير يقرأ بلا وضوء يصير محدث بالاصغر اي محدث بالاصغر قلنا البارحه المحدث بالاكبر هم يقدر يقرا قران ماكو اشكال غايته ان المجنب يكره له ان يقرا اكثر من سبع ايات والحائض يكره لها ان تقرا القران مطلقه ايه وحده هم مكروه تقرا هذا المجنب والحائض السقد يلحق بها النفساء غير هذا هم له الان المستحاضه اللي عليها استحاضه وكبرى استحاضه كبرى اللي ثلاث اغسال كل يوم عليها الان هي الضحى وبحاله استحاضه ضخمه مكروه تقرا قران؟ لا مو مكروه. واحد ماسله ميت فهو في حدث اكبر يكره له ان يقرا القران؟ لا مو مكروه. احنا الكراهه والاستحباب وامثالها كلها يريد لها دليل. يعني مو من كيفنا نجي نقول هذا الشيء مكروه او هذا الشيء مستحب مثل الواجب والحرام ما يصير واحد يقول هذا الشيء حرام من دون دليل او هذا الشيء واجب من دون دليل يروح واحد يقبل الكعبه يقول له حرام لا تقبل الكعبه ليش حرام؟ شنو الدليل؟ جيب لي ايه روايه مكتوب بها الكعبه حرام تقبلها. يقول مو هذا حجر اي حجر حجر ما يخالف حجر مقدس الحجر المو مقدس يصير واحد يقبله الان لو واحد عجبه يقوم يقبل هذه الاسطوانه يريد يقبل عقاله عاجبه هذا عقاله كل شويه يشيله ويبوسه ويحطه على راسه نقول له انت قاعد تسوي حرام شنو الحرام اللي قاعد يسوي اخر انسان يحشي كلام باصول حرام تسوي هالشكل وحرام تسوي مئة حرام يطلعون من دون دليل، الحرام يريد له دليل، الواجب يريد له دليل، عموما وكذلك المستحب والمكروه، احنا من كيفنا ما نقدر نقول هذا الشيء مكروه أو هذا الشيء مستحب، قراءة القرآن في بالنسبة للحائض مكروهة وبالنسبة للجنوب أكثر من سبع آيات مكروهة ما علينا. آه الان واحد يجي يقرا قران عادي ما لا هو مجنب لا هو شيء يجي يقرا قران محدث بالاصغر مستحب ان يتوضا توضا صار وقت الصلاه وخصوصا صلاه المغرب لها فت خصوصيه مستحب يقوم يتوضا لصلاه المغرب البارحه قريت روايه للاخوان اللي مضمونها الامام عليه السلام يقول للراوي يقول الراوي يقول شنت المغرب قاعد يم الامام قال لي قم توضا لصلاة المغرب قلت له يا سيدي يا مولاي انا على وضوء انا على طهارة قال لي قم توضا مستحب صلاة المغرب وقال يقال كل صلاة فريضة مستحب واحد يتوضا لها حتى لو كان على طهر الآن هذا توضى لقراءة القرآن وصار وقت الصلاة قام توضى الصلاة ثم علم اجمالا حكينا بالعلم الاجمالي علم اجمالا ان احد وضوئيه كان باطلا كان باطلا مو صار باطلا شنو يعني الفرق بينهم شنو كان باطلا يعني كان في نقصان مثلا ايده ما غسلها وجهه ما غسلها هذا الوضوء باطل صار باطلا هذا اللي توضى وبعدين أحدث وضوءه صار باطلا وقع صحيحا ثم بطل أما كان باطلا يعني أساسا ما وقع على الوجه الصحيح الآن هذا توضى وضوءين قبل ما نشوف النتيجة، سؤال لو واحد سأل قال إذا واحد توضأ لقراءة القرآن وصار وقت الصلاة ما يريد يتوضأ للصلاة يصير بهذا الوضوء يصلي؟ يصير يصير توضأ للصلاة وبعدين يريد يقرأ قرآن يصير يروح يطوف يصير يتوضى لصلاة الظهر يصير يصلي صلاة العصر بهذا الوضوء إيه؟ مو صلاة العصر والمغرب والعشاء لو خمسين صلاة يصلي هو لما توضأ ارتفع الحدث الوضوء رافع للحدث ايش ما يسوي يصلي يقرأ قرآن يدعو يقول انا توضيت لصلاة الظهر راح اصلي في العصر يصلي إيه راح اقرأ بي دعاء اقرأ دعاء راح اقرأ قرآن كل هذه الاشياء اطلب حاجه اذهب لقضاء حاجه معينه وزين فرضنا انه واحد يروح وهو بحاله طهر مثلا هذه كلها هالوضوء اللي نواه لسبب هذا ينفع لكل هذه الامور لكن الان هذا عجبه توضى للقران وبعدين توضى للصلاه ثم علم إجمالاً ببطلان أحد الوضوئين لأنه كان ناقصاً. هذا يسبب له مشكلة؟ لا ما يسبب له. ليش؟ لأنه الوضوء لقراءة القرآن إذا كان مو صحيح. نفترض مو صحيح. شنو أثره؟ هذا الوضوء اللي توضأ وقرأ قرآن. بعدين تبين خل نفترض تبين أنه كان باطلا شنو الأثر يقول والله أنا قرأت قرآن يقول له قرآن حصلت أجر يعني مو باطل اللي قريته لا مو باطل أقضي أقضي اشتقضي ما له قضاء يقول والله ودي الآن أقرأ قرآن على طهر إيه روح توضى وأقرأ هذا مو قضاء هذه قراءة أخرى كل وقت واحد يحب يقرأ قرآن زين أن يعني يكون متوضي مو قضاء عن تلك القراءة أحيانا بعض المؤمنين كل يوم يقرأ شوية قرآن جزء جزئين أمس ما قرأ نسى اليوم يقول خليه أقضي اشتقضي ما له قضاء قراءة القرآن ما لها قضاء حتى لو كان ناذر ناذر كل يوم يقرأ جزء نسى أمس نسى عصى نسي أي شيء ما سوى له قضاء لا ما له قضاء تريد تقرأ اليوم عشرين جزء اقرأ ما حد يمنعك لكن هذا ما يعتبر قضاء خلاص ذاك فات انتهى الأمر فوضوء قراءة القرآن لو كان باطلا لا أثر له أي وضوء اللي إلى أثر الوضوء اللي للصلاة هذا فذاك ملغي ما له تأثير وضوء الصلاة من يقول كان باطل يبني على صحته لأنه شك بعد الفراغ منه فيعتبر وضوء صلاته صحيحا ويصلي ولا ضير عليه وصلى الله على محمد وآله